أهلا وسهلا السادة المشاهدين، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق. يشاركني بالتقديم الرائد أحمد عبد الكاظم. أهلا وسهلا رائد أحمد. أهلا بك يا سيدي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا، ابقوا معنا. وأهلا وسهلا بكم. أبدا لا تقول الأب ينسى ولا. أهلا وسهلا بكم أي لحظة. رجال ونعم الرجال، بذلوا الدماء في ميادين القتال، فحصدوا الجروح أوسمة عز وفخر، إنهم جرحى جيشنا الأبطال. مكانة كبيرة لهم في قلوب قادتهم ومسؤوليهم، مكانة بحجم تضحياتهم وبطولاتهم. معالي وزير الدفاع خصص أوقاتا وأياما لاستقبال الجرحى الأبطال ولقائهم والاطلاع على أحوالهم الصحية والإدارية. أبطال يستحقون منا الكثير، جرحى الجيش الباسل. إكراما للتضحيات التي قدموها من أجل العراق، استقبل وزير الدفاع عددا من الجرحى وعائلات شهداء الأبطال واستمع سيادته لمطالبهم، وأوعز بتذليل كافة المصاعب وترويج هذه الطلبات ومتابعة تنفيذها، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبالهم في جميع الأوقات. التقى سيد وزير الدفاع سعادة السفير العراقي الجديد في تركيا، وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل وتسلم المنصب الجديد لسعادة السفير. كما استقبل سيادته الملحق العسكري السعودي في العراق، وجرى التباحث في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما التقى سيادته قائد القوات المشتركة للناتو وقائد بعثة حلف الناتو في العراق والوفد المرافق لهما، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لا سيما في مجال التدريب. يلعب الكرة العالية خطيرة عراقية، الله لم يمنعه فقر الحال من الفرح والاحتفال، فجمع أطفاله وأطفال شقيقه الشهيد في عربته البسيطة ليتواجد وسط الجماهير المحتفلة بفوز منتخبنا الوطني بكأس بطولة الخليج العربي 25. إنه المواطن ثائر يوسف من أهالي تل عفر، والذي اكتمل فرحه مع أفراد عائلته بهدية معالي وزير الدفاع له، وهي عجلة حديثة بديلا عن العربة، إكراما لشقيقه الشهيد البطل ولمساعدته في إعانة عائلته. وها هي ابتسامة الفرح ترسم على ثغره وعلى وجوه أطفاله، مقرونة بشكره وامتنانه لهذه المبادرة الإنسانية لمعالي وزير الدفاع. وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. زار السيد رئيس أركان الجيش مقر المفتشية العسكرية العامة وأجرى جولة تفقدية في أروقتها، كما حضر سيادته مؤتمر عرض نتائج التفتيش للعام الماضي للدوائر والقيادات والمديريات بحضور كبار القادة والضباط في الوزارة. أثنى السيد رئيس أركان الجيش على جهود المفتشية العسكرية العامة، مبديا عددا من التوجيهات والتوصيات التي من شأنها تعزيز جاهزية الاستعداد القتالي لكافة قطاعات الجيش. جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر المفتشية العسكرية العامة والاطلاع على سير العمل. كما حضر السيد رئيس أركان الجيش مؤتمر عرض نتائج التفتيش للعام الماضي للدوائر والقيادات والمديريات، قدم خلاله المفتش العسكري إيجازا مفصلا عن نتائج التفتيش لكافة وحدات الجيش وأهم المعوقات التي تواجه سير العمل.
تقييم نتائج التفتيش العسكري لمختلف وحدات وتشكيلات الجيش العراقي الباسل بشكل دوري سوف يعزز من مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي في مختلف التشكيلات العسكرية. تفقد السيد رئيس أركان الجيش قيادة عمليات حسام الراء يرافقه قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد كبير من كبار القادة والضباط للوقوف على آخر المستجدات والخطط الأمنية التي وضعت لتأمين زيارات الإمام علي الهادي عليه السلام، كما زار سيادته منطقة القلعة بعد نصب جسر عائم فيها بجهود الهندسة العسكرية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. بهدف الاطلاع على خطة تأمين زيارة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، تفقد السيد رئيس أركان الجيش قيادة عمليات سامراء، حيث استمع إلى إجازة بشأن انتشار القطاعات الأمنية المرتبطة بالقيادة ضمن قطع المسؤولية فضلا عن مستوى الاستعداد القتالي. قائد العمليات استعرض الخطط الأمنية التي وضعت لتأمين أجواء الزيارة بمشاركة القطاعات الأمنية، وأبدى السيد رئيس الأركان توصياته بأخذ الحيطة والحذر وتفويت الفرصة على العصابات الإرهابية واتخاذ أقصى إجراءات الحماية للزائرين القادمين صوب سامراء. وعلى هامش الزيارة تفقد السيد رئيس أركان الجيش الجسر العائم الذي تم نصبه من قبل أبطال كتيبة التجسير المقر العام، والذي أسهم بتخفيف الزخم وتسهيل عبور المواطنين تزامنا مع إحياء زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام. السيد رئيس أركان الجيش اختتم جولته التفقدية بأداء مراسيم زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام، داعيا العزيز القدير أن يحفظ العراق وجيشه الباسل. نصير البحار، برنامج حماة العراق. عقدت لجنة الإصلاح الوزاري برئاسة السيد الأمين العام لوزارة الدفاع اجتماعها الأول لهذا العام بحضور قائد ومستشاري بعثة حلف الناتو في العراق ومكتب التعاون الأمني، وتضمن الاجتماع مناقشة أهم الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية والمباشرة بتنفيذ الخطة الموضوعة لهذا العام، كما جرى مناقشة إمكانيات تطبيق نظام الترميز. بحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، استقبلت مدرسة الدروع مجموعة من الضباط خريجي الكلية العسكرية الأولى دورة 111 وخريجي الدورة التأهيلية 85 للانتظام في الدورة الأساسية للصف المدرع لرفد جيش الباسل بطاقات وكفاءات شابة جديدة قادرة على القيام بالواجبات والمهام التي توكل إليها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. من أجل رفض الجيش العراقي الباسل بطاقات وكفاءات جديدة للصنف المدرع، استقبلت مدرسة الدروع مجموعة من الضباط خريجي الكلية العسكرية الأولى الدورة 11 وخريجي الدورة التأهيلية 85 للانضمام في الدورة الأساسية صنف الدروع. على بركة الله حضرنا هذا اليوم لاستقبال واحتفال بدورة 111 من طلاب الكلية العسكرية ودورة 85 من حشد المقدس الذين راح يدخلون في هذه المدرسة، مدرسة الدروع. هاي المدرسة العريقة، مدرسة تاريخية، وإن شاء الله هاي الدورة راح تستغرق 6 أشهر، وبعدها إن شاء الله راح يتخرجون وراح يتوزعون على كافة الوحدات الآلية والمدرعة في جيش العراقي البطل. هذه الدورة الأساسية من الدورات المهمة في الصنف المدرع، لا سيما تؤهلهم إلى منصب آمر فصيل مشاة آلي وآمر رعيل دبابات بعد تخرجهم الدورة إن شاء الله بنجاح. تمنياتي التوفيق والنجاح لكل أبنائنا من الضباط
الدورة 111 ودورة 85، وإن شاء الله سنراهم آمرين وقالة المستقبل إن شاء الله. الشكر الجزيل للسيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب المحترم على الدعم والإسناد. حيث سيتلقى الضباط على مدى 6 أشهر دروسا نظرية وعملية خاصة بهذا الصنف الذي سيسهم في إسناد رجال الصولة وتقلد مناصب أمن رعي الدبابات في مختلف الظروف، لينهلوا من هذه المؤسسة العسكرية العريقة وعلى مدى 6 أشهر من الدروس الاختصاصية للصنف المدرع بكل ما يخصه وعلى أيدي كوادر المدرسة، وتم تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بنجاح هذه الدورة المهمة ومن الله التوفيق. اليوم التحقنا مدرسة دروع، التحاق بصنف بهذا الصنف العريق صنف الحديد والنار، تلقى بها بعض الدروس العلمية الخاصة بصنف الدرع والتي يكون فيها ضابط على كافة الاستعداد لرفض الجيش العراقي بدماء جديدة وبطاقات شبابية تعمل من أجل هذا الوطن. تم اشتراك هنا في مدرسة الدروع ومدتها 6 أشهر، سيتم فيها أخذ كافة الدروس النظرية والتعبوية في الدورة. ويبقى صنف الدروع من الصنوف المهمة والمتميزة في الجيش العراقي الذي قدم وما زال يقدم الكثير في الميدان من خلال دعم وإسناد القطعات العسكرية. عقد الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة مدير صنف الإعلام في وزارة الدفاع المؤتمر الصحفي النصف الشهري بالإنجازات المتحققة للوزارة. بداية الرحب بكل الأخوة الإعلاميين والقنوات الفضائية على حضورهم المؤتمر النصف الشهري اللي يقام في وزارة الدفاع. شهد الشهر المنصرم للكثير من الأحداث والفعاليات التي باشرت بها الحكومة العراقية ومن ضمنها وزارة الدفاع، تضمنت أعمال خدمية وتوطيد العلاقات الدولية ومتابعة الأمور الأمنية الخاصة بالبلد، إضافة إلى متابعة البنى التحتية بمرافق وزارة الدفاع ومتابعة شؤون عائلات الشهداء والجرحى. إضافة إلى ذلك شهد هذا الشهر احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس الجيش العراقي الباسل وانطلاق أيضا بطولة خليجي 25. والآن نطلع على أهم النشاطات والفعاليات. نفذ رجال الاستخبارات العسكرية 96 واجبا للبحث والتفتيش عن الإرهابيين، نتج عنها القبض على 82 إرهابية و 31 تاجر ومروج المخدرات في محافظات عدة. تدمير 12 مخبأ وانفاق الإصابات 11 إرهابي، إضافة إلى إحباط 6 عمليات للتهريب من المشتقات النفطية وضبط حزامين ناسفين وتدميرها موقعيا. إحباط عمليتين لتهريب الأدوية ومواد منتهية صلاحية في حقوات العمليات، وأيضا تدمر زورقين تابعين لإصابة 10 إرهابية. قيادات وفرق الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 102 تأسيس الجيش العراقي، أيضا صور أمامكم. هناك عدد من المهام والواجبات التي بدأت بوزارة الدفاع من خلال مفاصل مختلفة القيام بها، إضافة إلى واجباتها القتالية. تمثلت وزارة الدفاع تحت تخرج دورتين 85 عنصر نسوي دورة حماة العراق بعد اجتيازهم منهاج الدورة التدريبية والتدريسية على مدى 9 أشهر. الدارة القانونية ممثل مدية حقوق الإنسان تستخرج وفاة عددا من الشهداء الحرب العراقية عام 1980-1988. خلال هذه الفترة احنا انتجنا كمدية الإعلام 38 عملا خاصا بالذكرى 102 تأسيس الجيش العراقي، وتنوعت ما بين أغاني وطنية وأفلام ومقاطع فيديوية. ايضا انتاج حلقه خاصه من برنامج حماة العراق عن عيد الجيش العراقي، اضافه الى اصدار عدد خاص من جريده خيمه العراق بهذه المناسبه. وهنا ايضا ابطال الجيش العراقي يعني يشاركون الشعب وبافراح الظفر بكاس خليجي 25 وحضور جماهير واحتفال واسع باستقبال المواطنين في ساحه الاحتفالات. جيشك وابطالك يا وليد نالك، قولوا يجرالك شو تقول يصير يصير، ضل راسك بارد لو غثك واحد جندو يا القائد تلقاهم عد عنا قمكاوت لا ما نتهاون، يا الموت محاضن ما نرجع مكسورين، مو قد زنودك يتخطى حدودك يتلا
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الفقرة الرياضية. برعاية وحضور سيد رئيس أركان الجيش، نظمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش المهرجان السنوي العسكري لعام 2022 في نادي الجيش، حيث تضمن المهرجان فعاليات متنوعة شاركت فيها مختلف فرق الجيش العراقي بعدد من الألعاب البدنية والسباقات المتنوعة. تفاصيل مع الزميل نصير البحار. تزامنا مع الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس جيش العراق الباسل، نظمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش المهرجان السنوي العسكري لعام 2022 بمشاركة فرق وتشكيلات الجيش لمختلف الألعاب. وحضر المهرجان السيد رئيس أركان الجيش وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع. المهرجان تضمن فعاليات متنوعة فضلا عن عرض مسرحي جسد تضحيات وبطولات الجيش العراقي قدمته أكاديمية الفنون الجميلة. إقامة المهرجان الرياضي العسكري السنوي أعطى دافعا معنويا كبيرا في خلق روح المنافسة بين المقاتلين، الأمر الذي يسهم إسهاما فاعلا في تعزيز اللياقة البدنية لديهم في الميدان. بعد الجهود الكبيرة التي قدمتها قواتنا الأمنية في تأمين خليجي 25 وتتويج منتخبنا الوطني بهذه البطولة، شهدت ساحة الاحتفالات الكبرى توافد أعداد كبيرة من المواطنين والقوات الأمنية البطلة التي أمنت مكان الاحتفال. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. منتخب العراق بكأس البطولة بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الخليج العربي 25 التي احتضنتها محافظة البصرة الفيحاء، استقبلت الجماهير العراقية لاعبي المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات الكبرى والتي شهدت توافدا كبيرا للمواطنين وسط إجراءات أمنية كبيرة لأبطال الأجهزة الأمنية كافة. اليوم نحن في ساحة الاحتفالات وبتوجيه من قبل السيد القائد عام القوات المسلحة، تكون هناك استقبال شعبي لأبطال منتخبنا الوطني بعد حصولهم على كأس خليجي 25. أعتقد تشوفون العفوية الآن حضور المواطنين، وإن شاء الله ستكون هذه احتفالية تعبر عن حب الشعب العراقي للحياة للانتصار، وأيضا ستكون رسالة أمن وأمان بعد أن حققنا بطولة خليجي 25. من جانبهم عبر المواطنين عن سعادتهم وفرحهم الغامر بهذا الإنجاز الذي غاب عنهم لعشرات السنين ليعود منتخب العراق إلى منصات التتويج من جديد. الحمد لله مناسبة حلوة وفرحانين وباحلية كلهم نايمين، والحمد لله وشكر والحمد وإن شاء الله جاي أفضل إن شاء الله. صراحة يعني كلش فرحانين بالفوز هذا العظيم اللي فرحنا، والحمد لله والشكر يعني ان الشعب كله فرحان. طبعا اهنئهم واقول لهم ان شاء الله للارقى وللاحسن، والف مبروك الفوز العراقي، واحنا كلش فرحانين وبالتوفيق يا رب. يعني الف مبروك الف الف مبروك للعراق. مشاهدينا الكرام، نستمر واياكم في الفقره الرياضيه. نادي الدفاع الجوي يتغلب على نادي دجلة الجامعة لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.
نظمت قيادة قاعدة أم قصر البحرية بطولة أرض الرافدين الثانية لكرة القدم، اشتركت فيها كافة وحدات القاعدة. كما اختتمت قيادة فرقة المشاة الخامسة بطولة كروية باسم شهداء العراق. مشاهدينا الكرام، والآن مع الفقرة الطبية والملازم ديانا عبد العزيز. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، نلتقيكم ضمن الفقرة الطبية في كل أسبوع من برنامج حماة العراق. تواجدنا اليوم في قسم جراحة العظام والكسور، ابقوا معنا، عافانا الله وإياكم من كل داء. تم افتتاح صالات العمليات بتوجيه من المراجع وزارة الدفاع. افتتحنا حاليا افتتاح تقريبا مو كامل ولكن شبه كامل، نشتغل بالامكانيات الموجودة المتوفرة حاليا. صالات العمليات من الصالات خلينا نقول بالصالات اللي درجة اولى حاليا موجودة بالعراق، سواء كانت بالمستشفيات الحكومية او المستشفيات الاهلية، صالات يعني عالمية. حاليا نستقبل الجرحى من منتسبين الجيش العراقي مختلف الإصابات فيما يخص جراحة العظام والكسور، جرحى إصابات الأطراف، البتر مرات تجينا حالات تبديل مفصل، عمليات الناظورية. حاليا احنا نشتغل العمليات المتوسطة والكبرى البسيطة اللي عندنا بإمكانياتنا. المستقبل القريب إن شاء الله راح تدخل تبديل المفصل ويدخل الناظور وتصنيع الرباط الصليبي. كل الإمكانيات حاليا يعني شبه تتكامل. نتأمل إحنا بالمستقبل إنه هذه المستشفى تكون مستشفى رقم واحد العراق وخلينا نقول بالشرق الأوسط. الأنفاس كلها ويا المستشفى إنه تفتتح المستشفى. باقي الاختصاصات حاليا الجراحة العامة والجراحة البولية وبقية الاختصاصات أيضا يبذلون جهد كبير ويقدمون عمليات للمنتسبين. برعاية السيد رئيس الوزراء، دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع تنجز عددا من المشاريع الخدمية المهمة. قائد عمليات سومر يؤكد أن الجهد الاستخباراتي متواصل في الكشف عن المتعاطين والمتاجرين بالمواد المخدرة. أبطال طيران الجيش وطائرات القوة الجوية يدمرون عددا من المضافات وقتل الإرهابيين المتواجدين في كركوك وفي قضاء الطوزة. استقبل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي الضباط الأحداث خريجي الدورة التأهيلية 85 للدورة الاستثنائية 6. تعد هذه الدورة هي الأساس للضباط الصنف، ويتلقى فيها الضباط مختلف الدروس النظرية والعملية. التفاصيل مع الملازم أول مصطفى علي. جناح تدريب الإعلام هو النواة الأساسية لتهيئة ضباط صنف الإعلام، إذ يستقبل الدورات الأساسية والحتمية والتطويرية والاستثنائية في مجال الإعلام.
استقبل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي الضباط الأحداث خريجي الدورة التأهيلية 85 والبالغ عددهم 34 مشتركا في هذه الدورة، وبالتعاون مع الجامعات العراقية لتقديم المحاضرات فيما يخص الإعلام والحرب النفسية من قبل أساتذة أكفاء. استقبل جناح تدريب الإعلام والتوجيه المعنوي دورة الضباط الأساسية رقم 8 وحسب نشرة التدريب، وكذلك استقبل الجناح دورة الضباط الأساسية للكلية العسكرية التأهيلية الدورة التأهيلية رقم 85، حيث يتلقون فيها دروس إعلام العسكري والحرب النفسية والخبر وصناعة الخبر، وكذلك الجناح مستمر بالتنسيق مع الجامعات العراقية لغرض إرسال أساتذة جامعيين متخصصين في الإعلام والحرب النفسية. حقيقة دائما ما كنت أطلع على المادة الإعلامية الحربية الموجهة إلى الرأي العام الشعبي وإلى قوات المسلحة، كنت دائما ما ألاحظ دائرة مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي كانت سباقة في نقل الصورة الحقيقية والصور والمشاهد الحقيقية من قلب الواقع ومن أرض المعارك، فهذا الدور يحسب لهم حقيقة، فكانوا سباقين دائما بنقل المعلومة بكل مصداقية ودقة عالية. مدة الدورة 60 يوما تتخللها دروسا نظرية وعملية فيما يخص مجال الإعلام العسكري والحرب النفسية وعلم النفس العسكري، فضلا عن الإشاعة ومحاربتها من قبل ضباط الجناح. بعد الانتهاء من الدورة التأهيلية 85 تم إشراكنا في دورة الإعلام الاستثنائية رقم 6 في جناح تدريب الإعلام، وبإشراف ومتابعة من قبل مدير الإعلام تم تلقينا كافة الدروس العملية والنظرية في الإعلام والتوجيه المعنوي والحرب النفسية ومكافحة الإشاعة، حيث تستمر الدورة لمدة شهرين لكسب كافة الخبرات في مجال الإعلام ليتم توزيعنا بعد ذلك على كافة الوحدات الجيش العراقي البطل. تستمر مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بإقامة المحاضرات التخصصية للمشاركين بالدورات الأساسية الاستثنائية رقم 6 لخريجية دورة 85 ضباط تأهيلية لصنف الإعلام من خلال الاستعانة بالأساتذة الجامعيين، وهذه الدورات تحظى برعاية السيد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي وتتناول اختصاصات علم النفس والإعلام الحربي والتوجيه المعنوي. لإعلام وزارة الدفاع الملازم أول مصطفى علي. زار قسم تمكين المرأة في وزارة الدفاع عددا من الدوائر والمديريات التابعة للوزارة، وجرى خلال الزيارة متابعة واقع المرأة العاملة في الدوائر المختلفة وتحسين الصورة النمطية للنساء العاملات في وزارة الدفاع. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع في الارتقاء بعمل وأداء المرأة العاملة في وزارة الدفاع، نظم قسم تمكين المرأة زيارات ميدانية لعدد من الدوائر والمديريات للوقوف على واقع المرأة وتحسين الصورة النمطية، إضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات حول التنمية المستدامة وتمكين الموارد البشرية في عملها وتقديم العون لها. تقديم بعض المحاضرات البسيطة عن أهداف التنمية المستدامة، عن تمكين الموارد البشرية، تمكين المرأة وغيرها من الأمور، وكذلك القرار 1325 المرأة والأمن والسلام، وأيضا تم الحديث عن إطلاق الاستراتيجية المرأة العراقية لتمكينها الجديدة للأعوام 23-30 بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا التحدث عن مجلة المرأة والإصدار الجديد وال أول لمجلة المرأة في الدفاع التي سيتم إصدارها في عيد المرأة إن شاء الله، وغيرها من الأمور الإدارية والفنية التي تم التحدث عنها. كما جرى خلال الزيارات تطبيق أسس استراتيجية لتمكين المرأة ومناقشة إصدار مجلة المرأة، فضلا عن أمور مهمة أخرى تتعلق بالمنتسبات في وزارة الدفاع. قام قسم تمكين المرأة برئاسة السيدة مديرة القسم سيدة أريجة سمير زيارة ميدانية إلى مديريات وزارة الدفاع في مجمع باب المعظم للاطلاع على المعوقات والمشاكل اللي يواجهها العنصر النسوي داخل المؤسسة العسكرية، وكذلك إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها. طرحت المشاكل اللي أثناء يعني نقول أثناء الندوة العفو، أول نقطة
تسكين الموظفات طبعا المهندسات المخصصات الهندسية انطرحت، القيافة العسكرية. نشكر معالي السيد الوزير على ورئاسة السيد رئيس أركان الجيش على اهتمامه ويعني تركيز نقول الضوء على العنصر النسوي. تنظيم الزيارات الميدانية المستمرة للدوائر والمديريات في وزارة الدفاع تأتي ضمن أولويات الوزارة للاهتمام بالمرأة العاملة في الوزارة لمساعدة أخيها الرجل في تنفيذ الواجبات الموكلة إليها بكل مهنية. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء، شكرا لك رادة أحمد. شكرا لك يا سيدي. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في الأسبوع القادم في أمان الله.